اسمي أمير عنديل، عندي 28 سنة، كنت بطل جمهورية في رفع أثقال، واخد أول على محافظة الشرقية 7 سنين متتالية. أنا كنت بطلع المركز الأول، خدت تالت جمهورية في رفع أثقال. كنت رياضي من صغري، بدأت الرياضة أنا عندي 16 سنة، بعد تالتة إعدادي تقريبا دخلت في مجال الرياضة وكنت بطل وكان جسمي كويس و حياتي كلها كانت ماشية بشكل متزن. بدأت بعد فترة من دخولي اللعبة بدأت أتعرف على أصدقاء صحابي معايا في النادي، بدأنا نشرب سجاير، خلص تمرين ونطلع نشرب سجاير، بدأت معايا بالسجاير. بعد المرحلة دي بدأت ناس صحابي يخشوا معايا النادي، وبعد ما نطلع من النادي دخلنا في حشيش، بدأت معايا المخدرات من هنا. انا كنت رياضي وبطل جمهوريه وجسمي رياضي، دخلنا في السجاير وبعد كده دخلنا في الحشيش، وبعد كده جربت انواع مخدرات كتير لغايه لما المخدرات بوظت كل حاجه. انا كان ناس كتير تقول لي انت رياضي ازاي بتشرب دخان، اصلا ما ينفعش واحد رياضي يشرب سجاير. انا كنت بقول لنفسي لا، انا بدل بشيل كويس وجسمي كويس ما بيخسش، انا تمام. لغايه لما المخدرات في الاخر بعد فتره معينه بدات تاثر عليا في التمرين، بدأ جسمي ينزل، بدل ما جسمي كان بيزيد جسمي بدأ ينزل، بدأ أهلي في البيت يلاحظوا عليا، بدأت أخس، بدأ شكل وشي يبقى مش كويس، بدأ أسلوبي يتغير معاهم في البيت، بدأت أطلب منهم فلوس زيادة عن اللي أنا كنت باخدها وأنا بروح التمرين. بدأت أعمل حاجات كتير أنا مش كنت بعملها وأنا طبيعي أو أنا ساعة التمرين. لما كانوا محدش بيرضى يديني فلوس كنت بضطر ان انا اسرق، وبضطر ان انا اعمل حاجات انا اصلا ما كنتش بعملها. سرقت وبعت تليفوني وبعت كذا حاجه عندي انا بحبها عشان اجيب المخدرات وعشان اشبع رغبتي بس، وضيعت لي شغلي وضيعت مني حاجات كتير وخسرتني اهلي وخسرتني اصحابي، واخر حاجه يعني مستقبلي وان انا المفروض كنت اتجوز ورايح اتقدم لواحده بسبب المخدرات، والناس سالت عليا في الحته عندنا اللي هو اللي انا بشرب او الكلام ده، اترفضت. الكباتن بتوعك كان بيقول لك ايه يا كابتن امير؟ الكابتن كان دايما بينصحني ويقول لي بلاش سجاير وبلاش المخدرات او بلاش الناس اللي انت بتمشي معاهم دول. انا كنت طبعا بقول له انت ليك عندي اللي انا بشيله واللي انا جسمي كويس واللي انا بتمرن واللي انا بحضر التمرين، فانت مش ليك عندي حاجه يعني. بس وكنت بشرب، كنت بمشي ورا دماغي برضه. انا كنت بلعب في رفع الاثقال، كنت بشيل وصلت لغايه 150 كيلو نطر اللي هو كلين. بعد ما دخلت في المخدرات او السجاير كنت بشيل 120 بالعافيه، بدات 120 بالعافيه، كنت بشيل 200 رجلين، 200 كيلو رجلين. بعد المخدرات وبعد الشرب ما بشيلش 100 او 120. بدات كان ايه طموحك في الفتره دي بقى وانت كنت بتشيل 150؟ انا طموحي في الفتره دي كان ليا واحد صاحبي بطل عالم هو دلوقتي. صاحبي ده انا كنت بتمرن معاه ومتصور معاه وليا صور معاه. مين بقى؟ محمد ايهاب. محمد ايهاب، كابتن محمد ايهاب. كابتن محمد ايهاب معروف طبعا، ده صديقي وليا صور معاه، وكان نفسي اوصل زيه وبطل وبيمثل منتخب مصر. انا كان نفسي في يوم من الايام اللي انا امثل منتخب مصر زيه. كان قريب الوزن اللي كان بيشيله ساعتها لما انا كنت بلعب معاه، كان فاضل لي على الوزن اللي هو بيشيله مثلا 20 كيلو مثلا او حاجه زي كده. وكنت قادر تجيبهم؟ كنت قادر اجيبهم مع التمرين لو كنت وظبط مع التمرين والشكل الصحيح اللي هو ماشي بيه، نظام غذائي معين واكل معين ومع التمرين كنت هوصل. بس انا سبت الكلام ده كله واتجهت للتدخين والمخدرات. حصل لك مواقف سيئه مثلا مع الرفع بقى وقت الادمان؟ انا حصل لي مشكله كبيره بسبب الضرب اللي انا كنت بضربه ده. وراح اتمرن يعني، انا اخر مرحله دي ليا في النادي او في التمرين كنت بجيب المخدر بتاعي وادخل حمام النادي اضربه واضرب واخش اتمرن. بسبب كده حصل لي مشكله ما عرفتهاش الا بعد ما امتنعت 10 ايام، وبدا ظهري يوجعني. بدا لما ظهري يوجعني انا في ثقل نسيت اقول لك، انا وانا ضارب جيت بشيل 150 دي انا على اساس اللي انا كنت بشيلها عادي في الطبيعي، شلتها وقعت على ظهري. انا بعد ما نطرت وقعت على ظهري، بعدها بفتره انا ما حسيتش، وجع خفيف خدت مسكنات وعادي. بعدها بفتره والدي باخد مسكنات كتير قال لي تعالى اعمل لك اشعه على ظهرك نشوف فيه. عمل لي اشعه، الدكتور بيقول له ده واخد خبطه جامده او في حاجه، في فقره مكسوره ومتحركه من مكانها، هو عايش بيها ازاي كده؟ انا ما كنتش اعرف.
بسبب المخدرات. تمام، هو اللي يفكر في العلاج بس على حسب معرفته هو باساليب، اللي هو ما يعرفش اسلوب العلاج اللي انا متعالج بيه دلوقتي. هو اسلوب العلاج اللي كان والدي بيعالجني بيه مثلا، تعالى اوديك لدكتور نفسي، دكاتره النفسيين يجيب لي علاج مثلا عشان انام، عشان يسحب المخدر. بس ما يعرفش اللي هو اصلا العلاج بتاعنا مش في الحبوب والمسكنات، العلاج بتاعنا هنا في طريقه التفكير. وانت كنت كابتن كبير وقتها بالنسبة لأبناء الشرقية. أنا كنت كابتن، وكان وصلت لبيها الدرجة اللي أنا كنت بدرب الناس اللي لسه جديدة بتيجي. كنت بعمل تيم كده صغير على قدي وبدربهم، وعارف تمارين معينة، وبعمل برامج أغذية للناس وعلى السوشيال ميديا في ناس بتخش تراسلني، وعامل صفحة ليا مخصوص كابتن ميرو. يعني في الفترة دي المتدربين بتوعك ما يعرفوش إن الكابتن ميرو بيضرب مخدرات، ما يعرفوش إلا في الآخر بقى لما لقوا جسمي خس خالص، وبدأت الأوزان اللي أنا بشيلها بدأت تقل، وبدأت أبعد عن التمرين. يعني كنت بكسف في روح التمرين. المتدربين بتوعك قالوا لك ايه بقى؟ هو في منهم اللي كان بينصحني، وفي منهم اللي يعني كان بيقول السكة دي غلط، وما حدش كان بيشجعني على اللي انا بعمله. يعني كان كل كلامهم ليا اللي انت بطل، واللي انت مفروض هتخش منتخب، اللي انت مفروض بتبقى بطل عالم، انت جسمك رباني، ربنا مديك موهبة انت مفروض تحافظ عليها. كلام زي كلام تحفيزي، بس انا كنت باخد الكلام من هنا واطلعه من هنا. انا مش في دماغي، انا اهم حاجه انا بشرب مخدرات وباجي التمرين، ده اللي انتوا ليكوا عندي. انا كنت فاكر كده المخدرات مش هتاثر عليا في التمرين. خسرت وظيفه واهل وخطيبتك ورياضتك اللي انت بتحبها. خسرت شغلي وخسرت كل حاجه. انا كان نفسي ابقى بطل عالم وبوصل زي محمد اياب دون، كان نفسي يبقى جسمي كويس وشكلي كويس، كنت محترم بين الناس وبين اهل الحته عندنا، محبوب جدا. بعد ما ضربت مخدرات ما كانش حد بيرضى يسلم عليا اصلا، محدش كان بيقف معايا. بعد ما كانت الناس بتتصور معاك بقت كانت اطفال صغيره في الحته يتلموا حوالين مني كده، وانا طالع من صلاه جمعه ولا كلام من دون، الناس كلها كانت بتتمنى تقف معايا. دلوقتي انا انت يعني بتكسف امشي في الحته. بدات رحله العلاج بقى، كلمني عن رحله العلاج بتاعتك. ماشي، رحله العلاج بتاعتي بدات من 7 شهور. انا الحمد لله متعافي بقالي 7 شهور النهارده. من 7 شهور كده بدات اعمل مشاكل في البيت واسلوب مش كويس مع والدي عشان اخد فلوس وكده، وكسر في ازاز وبهدلت الدنيا في البيت يعني. واخر ما زهقت قلت لهم لا تديني فلوس، لا موت نفسي هنتحر. لا، الناس خافت فكانت بتديني فلوس. انا والدي كان بيديني فلوس عشان انزل اجيب اضرب، واتحججت له بالمشكله اللي عندي، اللي انا عندي فقره مكسوره، الحاجه دي بتسكنني. انا وصلت بيها لدرجه ان انا باخد المخدرات مش عشان اعمل دماغ والكلام ده، انا باخدها كعلاج اللي هي تسكن ظهري وتسكن جسمي عشان اعرف اشتغل وعشان اعرف انزل شغلي وعشان اعرف اتعامل. من هنا بقى بدات انا افكر ان انا لازم ابطل. انا ابويا كان بيعيط قدام مني، ووالدتي كانت بتعيط قدام مني. انت اخويا قال لي مش عايز اعرفك تاني، طول ما انت بتضرب مخدرات انا مش عايز اعرفك تاني، انا ليه بيت. فحسيت ان الناس كلها بدات تبعد عني، واللي انا بقيت منبوز في وسط البيت. فانا نفسي ارجع تاني زي الاول، انا بطل جمهوريه، حد محترم، بتعامل علاقه مع ربنا، وماشي مع ناس متدينه، حافظ قران، حافظ 5 اجزاء. يعني انا مش انا ده، عايز الاقي نفسي. فتعرفت على احمد يحيى على الفيس، من هنا بقى بدات رحله العلاج. عنده مكان وفي ناس بتبطل بالطريقه ديت، فاتصلت بيه وخليته اكلم والدي واتفقت معاه، وجبت شنطه هدومي وجيت. انا اللي واخد القرار من نفسي، وانا اللي عايز ابطل، وانا اللي عايز اغير. جبت شنطه هدومي وجيت على المكان ده، والحمد لله النهارده 7 شهور. عمري ما كنت احلم ان انا ابطل يوم اصلا في الشارع، بفضل ربنا طبعا وبفضل الناس دي. انا حاسس انت عايز تعيط يا كابتن. والله انا امتى عيطت بقى بجد؟ انا عيطت اول ما دخلت المكان ده باسبوع. يعني اول ما دخلت المكان ده وانا عيطت فعلا، قعدت في جنب كده فضلت اعيط. واحد دخل عليا هنا من الناس اللي معانا، الناس اللي بتساعد معانا، واتكلم معايا وفي ايه كميه احاسيس بقى بالذنب على الحاجات اللي انا عملتها، وايه اللي انا عملته في حياتي ده، وايه اللي انا ما كنتش بحس بره وانا بشرب مخدرات. انا المخدرات كانت بتطفي كل الاحاسيس دي، انا بشرب مخدرات عشان اطفي الاحساس. هنا بدات لما بدات افوق لنفسي وبدات ابطل مخدرات، بدا الاحساس عندي، بدأت أحس فعلا الحاجات اللي أنا كنت بعملها دي غلط. رجعت دلوقتي للرياضة. دلوقتي أنا هنا في جيم هنا في المكان، بلعب مخصص وقت لنفسي كل يوم، بتمرن ساعة مثلا معينة مع الأكل،
بدأ جسمي يرد تاني. يعني بقول انا جسمي كان قد كده مرتين، بس جسمي كده رجع بنسبة مثلا 50% في ال7 شهور دول، وانا راضي بيهم الحمد لله. لو توجه كلمة لأهلك تقول لهم ايه بقى عن فترة الإدمان دي؟ ماشي، عن فترة الإدمان دي أنا بوجه لهم كلمة اللي أنا مش كنت مسؤول عن أي حاجة أنا بعملها، عن سلوكي ولا أسلوبي في الكلام أو أي حاجة أنا عملتها، أو السرقة اللي أنا سرقتها لكم دي ده مش كان بإرادتي، المخدرات هي اللي كانت محركاني وهي اللي كانت بتخليني أعمل كده عشان أجيبها. أنا من جوايا بندم على كل حاجة أنا عملتها معاكم، وهم طبعا جميلهم على راسي لأنهم هم واقفين في ظهري لغاية دلوقتي. في ناس غيرهم كتير، وأعرف ناس زمايلي أهاليها رميها في الشارع، أنا دول واقفين في ظهري لغاية دلوقتي. طموحك ايه بقى رياضيا؟ هتعمل ايه في الفترة الجاية؟ هعمل في الفترة اللي جاية، أنا يعني عامل هدف لنفسي اللي أنا بعد سنة أرجع على أدخل بطولة الجمهورية، وبإذن الله يعني مش هقولك مركز أول، أنا هكون من الثلاثة الأوائل بإذن الله، وأرجع جسمي أعمل فورمة تاني وأرجع للأوزان اللي أنا كنت بشيلها قبل ما أخش في المخدرات. لان انت عندك طموح ان احنا نشوفك بطل اولمبي؟ بإذن الله. أنا نفسي أمثل منتخب مصر في لعبتي اللي أنا متميز فيها واللي ربنا مديني الموهبة فيها. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يصلح حالك. تسلم.